غياب متطلبات الحياة الأساسية وصعوبة العيش والشقاء أبرز عناوين معاناة العائلات النازحة في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين. والله يختلف عن رمضانات اللي سبقت اللي بديارنا، لأن تعرف هسه النازح ما عنده كل شيء يقدر يجيب، ولا أحد طلع من المخيم وراح تسوق وجاب أبسط الحاجات ما عنده تروح تجيبه، كهرباء مال السيارة ما عنده يروح يجيب مسواق لبيته. أخرى ثانية إحنا نازحين صار لنا هذا خامس رمضان إحنا نقضيه بسامرة. ومع التقصير الحكومي وتقصير المنظمات الإنسانية تزداد معاناة هؤلاء النازحين الذين أجبروا على مغادرة منازلهم بسبب الحرب وأجبروا على البقاء في مبان سكنية غير مؤهلة بعد للحياة. وإحنا أول وتالي إحنا ضالين هنا ضالين لأن ما حد يمشي بقضيتنا خلاص. نازحين صارنا شقي صارنا 4 سنوات أتحدى مسؤول جي وقت الانتخابات يطلعون على التلفزيون احنا وكل شيء ماكو كلاوات ناس كلاوات شيء كفي لك الله كل شيء ماكو. هاي شهر رمضان هاي شوفت عينك ناس قاعده ببيوتها ساكته لا شيء جديد ولا قديم ولا شيء. والى جانب حاجات هؤلاء النازحين من الطعام والشراب والكساء والاستشفاء تمر الايام في هذا المكان على الكثير من النازحين بمراره اكبر بسبب غياب افراد من اهلهم واقاربهم في المعتقلات والسجون الحكوميه وتشتت شملهم. شم والله لا عشاء ولا غدا ولا ريوق ولا عيد دقيقه. اكو واحد ينسى ابنه والله كل شيء نسي حتى الاخ نسي بس الولد لا. ومع غياب اي بادره حكوميه تمهد لاعاده النازحين في سامراء الى مدنهم واحيائهم التي استعيدت من ايدي تنظيم الدوله منذ زمن بعيد. يبدو أن الرهان على عودة هؤلاء لمناطقهم وانتهاء معاناتهم سيبقى لزمن آخر مجهول كما سيبقى من أفشل الرهانات.